السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الإيطالي بذكرى اليوم الوطني لبلاده. رئيس الوزراء يدعو المانحين إلى مد يد العون السريع للشعب اليمني لمواجهة كورونا والضغط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية. انطلاق أعمال مؤتمر المانحين الخاص باليمن 2020 في العاصمة السعودية الرياض. وفي أخبارنا المحلية تتابعون أيضا. محافظ عدن يرأس اجتماعا للجنة الطوارئ ويقر خطة الإصلاح البيئي في المحافظة. ومحافظ المهرة يوجه بمعالجة أطار الأمطار وفتح الطرق بمديرية حصوين. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومته وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لفخامته بالصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق التقدم والازدهار. دعا رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد الدول المانحة والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد. السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، السادة أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحاضرون جميعا، اسمحوا لي بداية أن أعبر لكم عن جزيل تقدير الحكومة اليمنية لحضوركم هذا المؤتمر الهام في هذه اللحظة الصعبة من التاريخ، واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على احتضانها ورعايتها لهذا المؤتمر وعلى ما بذلته من جهود كبيرة في التحضير له والعمل على ضمان نجاحه وعلى قيادتها جهود حشد الموارد المالية للمساهمة في مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، وإعلانها الكريم عن تخصيص 500 مليون دولار لدعم الخطة الإنسانية لهذا العام و25 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا في اليمن. كما أود أن أشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدوره الرائد في اليمن خلال الأعوام الماضية وكل الدول الشقيقة والصديقة التي أوفت بتعهداتها لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لمساندة اليمني في محنته خلال الأعوام الماضية. سيد الأمين العام، السادة الحضور، ينعقد هذا المؤتمر لدعم الشعب اليمني ولأجل دعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها ميليشيا الانقلاب الحوثية منذ العام 2014، ينعقد في ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطرا مشتركا يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة. والحقيقة أننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها وفرضهم لجبايات هائلة تثقل كاهل المواطنين وتسخيرها للحرب، وبفعل تزامن
جائحة كورونا مع أنواع خطيرة من الأمراض والحميات التي تضرب مدن وقرى اليمن وتهدد شعبنا بالموت والفناء. في ظل نظام صحي متهالك وبفعل الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا بسبب الحرب وانخفاض أسعار النفط العالمية التي خلصت المورد الشحيحة من التصدير وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن، كل ما سبق يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية وما تم عمله طوال العام الماضي منذ مؤتمر الاستجابة في جنيف، والذي حققنا فيه قدرا يسيرا من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة ودفع الرواتب والأجور وإضافة قرابة 120 ألف مستحق جديد بين موظف ومتقاعد في الدولة على المستوى الوطني، وخفض معدلات التضخم وإصلاحات المالية العامة التي بدأت بتحقيق تحسن ملموس في خلال العام المالي 2019. سيد الأمين العام، لقد عملت الحكومة وبتوجيهات مباشرة من فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي أنقل لكم وللحاضرين شكره وتقديره لجهودكم. عملت الحكومة على تسخير جل مواردها ومقدراتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد من خلال دفع الرواتب والتوسع في دفعها تدريجيا في القطاع المدني على مستوى البلاد، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة وخفض مستوى التضخم وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وانتهاج الشفافية والمساءلة، ومن خلال رفع مستوى الإيرادات غير النفطية وتحسين البنية التحتية لرفع مستوى الإيرادات النفطية، ومن خلال التعاون مع الواسع مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات المطلوبة له. ولابد أن نتوجه هنا بالشكر الجزيل لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الذين كان لعطائهم السخي والصادق من خلال الوديعة السعودية ودعم البنك المركزي اليمني الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة والأثر الإنساني الكبير على المستوى الوطني، والتي يحدون الرجاء أن يتم تجديدها، ونعلق على هذا التجديد الكثير من الآمال للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السلع الأساسية واستقرار الاقتصاد في هذا الظرف الصعب. سيد الأمين العام، لقد بادرت الحكومة وبالتعاون مع مبعوث الأمين العام السيد مارتن جريفيث على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة وتحت إشراف مكتب المبعوث الأمين العام إلى اليمن. لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز 35 مليار ريال يمني، وما زلنا ننتظر موقفا حازما حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي وبمعاناة المواطنين. في نفس السياق، تابعت الحكومة والعالم التقارير والبيانات المختلفة الصادرة عن جهات أممية مسؤولة ومصادر إعلامية معتبرة تكشف حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسته الميليشيا الحوثية على جهود الإغاثة والدعم الإنساني ونهبها المستمر لمواد الإغاثة وما ترتب على ذلك من أثر إنساني مهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، إضافة لمحاولتهم المتكررة للاستفادة من أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية بطرق غير مشروعة. وإلى جانب ذلك، فرضهم لقيود تعسفية على نشاط المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والتطال انتهاكاتهم وتهديداتهم بشكل يومي العاملين في تلك المنظمات، وهو الأمر الذي وضعها وطواقمها تحت ضغوط ومعاناة دائمة. لقد أكدنا مرارا على خطورة هذه الممارسات. إن معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء، فمن بين كل 3 يمنيين يجد 2 منهم أنهم بحاجة إلى للعون لتوفير الغذاء اللازم للاستمرار في الحياة، ومن بين هؤلاء 2 واحد منهم حاجته ماسة. في وقت نواجه فيه أقصى جائحة ضربت العالم بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي ووضع اقتصادي حرج للغاية، إن الأزمة الإنسانية في اليمن اليوم أكثر من أي وقت سابق في حاجة ملحة
لمقاربة جديدة سواء على مستوى التوجهات أو الآلية المتبعة أو الشفافية. في ظل الظروف الصعبة ندعو بصورة عاجلة إلى إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف المعاناة شريحة واسعة من المواطنين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كارثة كورونا. كما ندعو الدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة وتبني سياسات مناسبة وإنجاز رؤية متكاملة لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب. فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها. سيد الأمين العام، لقد وجهت الحكومة نداءات علنية متكررة للحوثيين من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا وتبني سياسات صحية موحدة وتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد. كل هذه المبادرات لم تلقى إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين، بل وذهبوا في حالة إنكار لوجود المرض وأزدلوا ستارا من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب ومارسوا ترويعا للمجتمع وأعمالا لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم. إن استمرارهم في تسييس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج وتهالك النظام الصحي وتفشي المجاعة هو خطيئة كبرى. إننا نواجه كوفيد 19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من المديريات 333 على مستوى اليمن ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها. فبالإضافة لخطورة الوباء، زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من مخاطر عودة تفشي أوبئة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة. في بلد يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالة كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي العلاج أو الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخليا إلى أكثر من 3,600,000 نازح. ندعو الدول المانحة والأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية والمنظمات الأخرى إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة والشعب اليمني لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا ومساندتنا في تقديم الحماية والدعم اللازمين للعاملين في القطاع الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد. كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تهدد شعبنا بفاجعة غير مسبوقة. سيد الأمين العام، سادة الحضور، يأمل كل يمني أن يأتي العام القادم وقد عم السلام، لتتحول المساعدات الإنسانية إلى تعهدات تنموية تنهض وترتقي بمستوى معيشة اليمنيين وبناهم التحتية وبالخدمات اللائقة في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. لكن حتى ذلك الحين تحدق باليمن كارثة إنسانية كبيرة، ونقف على عتبات فاجعة مأساوية خصوصا على المستويين الاقتصادي والصحي، كارثة تفوق قدرة الحكومة اليمنية وتهدد قدرات القطاع الخاص المنهكة أساسا على الصمود، وتستدعي دعما كريما وعاجلا من الدول المانحة والمجتمع الدولي لإنقاذ الشرائح الأكبر من الشعب من الآثار المدمرة لجائحة كورونا ومن مخاطر السقوط في المجاعة. علينا مسؤولية كبيرة، علينا وعلى المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة. لقد كان لدعمكم في السنوات السابقة دورا رئيسيا في مساندة شعبنا وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، كنتم عونا لنا في أحلك الظروف، ودعمكم اليوم موضع آمال كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله.
انطلق في العاصمة السعودية أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بشراكة مع الأمم المتحدة. المؤتمر الذي ينظم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يشارك فيه أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة و15 منظمة أممية وثلاث منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي المؤتمر دعت المملكة العربية السعودية كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، دعتها للوفاء بتعهداتها لليمن والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لليمن بمبلغ 2 مليار و410 ملايين دولار لتمويل عملية الإغاثة، والتي سيخصص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اليمن ومنع حوادث كارثة إنسانية هناك. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله الموقف الثابت لحكومة بلاده في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وتقديرها البالغ لما تقدمه الأمم المتحدة من عمل إنساني عبر وكالتها العاملة في شتى أنحاء العالم وفي اليمن على وجه الخصوص. وقال لقد حرصت المملكة على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، معربا عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك، والتي كان سببها انقلاب الميليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران على القيادة الشرعية في البلاد. وأضاف قائلا نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيا الحوثية، والتي تقوم بالاستحواذ والنهب وفرض الرسوم على المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى كافة الأراضي اليمنية، وذلك استمرارا لتعنتها بعدم قبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاثة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018، وأخيرا عدم قبول وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أعلنه التحالف لدعم الشرعية في اليمن ودعوة المبعوث الأممي للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية. وناشد وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي لممارسة كافة الضغوط على ميليشيا الحوثي للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول لموقع خزان النفط العائم صافر الذي يوجد به أكثر من مليون برميل والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015، وذلك لتفادي حدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط وتأثير ذلك على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وكذلك تدمير الألغام البحرية المزروعة التي تمنع وصول السفن التي تحمل المساعدات وعدم فرض الرسوم عليها والتوقف عن استهداف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة. عقد في الرياض مؤتمر المانحين لليمن 2020 بمشاركة الأمم المتحدة لتسليط المزيد من الأضواء على الأزمة الإنسانية في بلادنا وحشد الدعم المالي وتعهدات المانحين لتمويل الاستجابة الإنسانية والإغاثية التي تقودها وكالات أممية ومنظمات دولية في اليمن في ظل أسوأ وضع تعيشه بلادنا واحتياجات تفوق القدرة على مواجهتها دون تضافر الجهود الدولية. بجهود حثيثة قامت بها المملكة العربية السعودية انطلقت فعاليات مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 في مدينة الرياض، ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة، منها 66 دولة و15 منظمة أممية وثلاث منظمات حكومية دولية
وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين 2020 في وقت تمر به اليمن بأسوأ وضع إنساني في العالم، وفي ظل تفشي وباء كورونا في مختلف المحافظات وكارثة السيول التي ضربت بعض المحافظات اليمنية وانتشار الحميات والأوبئة التي تسببت بأكبر عدد من الوفيات خلال شهر مايو الماضي. ويتوقع جمع 2,400,000,000 دولار لدعم برامج الأمم المتحدة التي توقف بعضها خلال الفترة الماضية، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم 500,000,000 دولار، وتعول الحكومة اليمنية على مضاعفة الدعم المقدم والالتزام بالتعهدات وتنسيق الجهود مع الحكومة لتوظيف المنح المقدمة فيما يحقق إغاثة عاجلة ومواجهة المتطلبات للتخفيف من معاناة المواطنين ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة وتسليم المرتبات كآلية ستخفف كثيرا من معاناة المواطنين في مختلف المحافظات. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بينها 4 حالات وفاة، وذلك في محافظة تعز وحضرموت ولحج وعدن والضالع. وقالت اللجنة أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة في تعز بينها حالتي وفاة، الأمر الذي يرفع عدد حالات الوفاة بمحافظة تعز إلى 12 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات المسجلة 54 حالة إصابة، كما سجلت حالتي شفاء وتعافي. وفي حضرموت تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة، وهو ما يرفع عدد حالات الإصابة في محافظة حضرموت إلى 101 حالة إصابة مؤكدة بينها 38 حالة وفاة، فيما سجلت 11 حالة تعافي في الضالع. ثم تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بينها حالة وفاة، ما يرفع عدد الحالات في محافظة الضالع إلى 11 حالة إصابة مسجلة بينها 3 حالات وفاة. وفي العاصمة عدن أعلنت اللجنة عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة، ما يرفع عدد الحالات المصابة في محافظة عدن إلى 104 حالات إصابة بينها 5 حالات وفاة. وفي لحج تم تسجيل حالة إصابة وكذا حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد حالات الوفاة في محافظة لحج إلى 14 حالة وفاة من بين 37 حالة إصابة مسجلة. وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة التراكمية المصابة بفيروس كورونا في بلادنا منذ 10 أبريل إلى 354 حالة إصابة مؤكدة وبينها 84 حالة وفاة، فيما بلغت حالة التعافي 14 حالة حتى الآن. هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإنقلابية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات. حذرت الحكومة اليمنية من خطورة غرق خزان النفط العام في رأس عيسى صافر، والذي يحوي على 1,140,000 برميل من النفط الخام، وذلك بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات، وهو ما قد يعرض السفينة للغرق أو الانفجار. جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأشار الوزير في خطابه الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 على نسخة منه، أشار إلى أنه
مر أكثر من عامين على تحذير الحكومة اليمنية من هذه الكارثة المحتملة ومناشدتها لتدخل الأمم المتحدة، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفطي على الرغم من موافقة الحكومة على كل المقترحات والمبادرات المطروحة لمعالجة وضع السفينة، بما في ذلك المقترح الأخير لمبعوثكم الخاص المقدم في شهر إبريل الماضي، وذلك ضمن التدابير الإنسانية والاقتصادية. وأكد الوزير أن وضع السفينة أصبح اليوم في غاية الخطورة أكثر من أي وقت مضى، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان في أي لحظة، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شرط أو شروط مسبقة بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة وتفريغ كميات النفط المخزنة قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم. لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم خلال كسر القوات المشتركة تسللا حوثيا في جبهة الحشا بمحافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة كسرت عددا من الهجمات والتسللات للميليشيا الحوثية شمال شرق مديرية الحشا. وأكدت المصادر أن مواجهات مباشرة جرت بين الطرفين بمختلف الأسلحة استمرت لأكثر من ساعة ونصف، أجبرت الميليشيا على التراجع بعد مصرع عدد من عناصرها بعمليات نوعية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح. أعلنت القوات المشتركة عن مقتل وإصابة العديد من ميليشيا الحوثي في مواجهة بمحافظة الحديدة. وذكرت مصادر ميدانية أن الحوثيين نفذوا زحفا واسعا من جهتي الجنوب والشرق باتجاه وادي ضماء والمزارع المطلة على حيس، ومن جهتي الشمال والغرب باتجاه خط الخوخة حيس ووادي نخلة. وأضافت أن القوات المشتركة استدرجت عناصر الحوثيين وانقضت عليهم بشكل مفاجئ بالأسلحة المناسبة، وأكدت تمكن القوات من كسر الزحف ومقتل وجرح العشرات من الحوثيين. استهدف طيران التحالف العربي تجمعات وآليات لعناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية بين مديريتي ذي ناعم والطفة بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف نفذت ضربتين جويتين على أهداف حوثية بمنطقة الدقيق بين ذي ناعم والطفة. أضاف أن الغارة الجوية الأولى دمرت منصة إطلاق صواريخ بموقع شعب اليابس، فيما استهدفت الثانية تجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي بموقع الجريف بالمنطقة ذاتها. نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران غرب محافظة مأرب. وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة صرواح غرب المحافظة. أضافت المصادر أن الغارات طالت تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في سوق صرواح، وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتدمير آليات وأطقم عسكرية تابعة لها. أخبارنا المحلية مشاهدي الكرام تابعونها بعد هذا الفاصل. رأس محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالم ربيع علي اجتماعا للجنة الطوارئ بالمحافظة. وفي الاجتماع الذي ضم مستشار المحافظة عبد الحكيم الشعبي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان دكتور جمال خدا بخش والنظافة المهندس قائد راشد أنعم والأشغال المهندس وليد الصراري ومدير مكتب مدير شرطة عدن العميد عبد الدائم أحمد علي وشرطة السير العميد جمال ديان ومدراء عموم المديريات، رفع المحافظ أحمد سالم ربيع أصدق التهاني القلبية للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله أن يعيده على بلادنا وقد تحقق لها الأمن والأمان والتطور والنماء، وأن يجنب الله بلادنا وإيلات الحرب والاقتتال. وعبر المحافظ باسم السلطة المحلية بالمحافظة ومكاتب الوزارات العزم على السير قدما نحو تحسين الخدمات للمواطنين في عدن الحبيبة وتحقيق الرقعة وتحقيق التنمية والنماء
لها، كما وجه المحافظ مكتب مالية عدن بصرف مبلغ 50 مليون ريال لمواجهة المنخفض المداري الجديد، وتضاف إلى المبلغ السابق الذي تم صرفه لمواجهة كارثة الأمطار والسيول والتي تعرضت لها عدن في فترتين سابقتين هذا العام. وأكد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد والاستفادة مما لحق بالعاصمة في الكارثة الأخيرة وعدم الوقوع في تلك المطبات من خلال إعداد خطة محكمة يتم التعامل من خلالها مع مجريات الأحداث في حال وصول المنخفض المداري إلى العاصمة عدن. وطالب المحافظ المجتمعين بسرعة رفع الاحتياجات الخاصة بمتطلبات العمل لهذه المرحلة لضمان مواجهة المنخفضين بشكل يحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم. وطالب إدارة أمن عدن والتي خصص لها مبلغ 20 مليون ريال وكذا شرطة السير التي خصص لها 5 ملايين ريال يمني بالعمل في إطار شراكة مع باقي المكاتب التنفيذية وكفريق واحد لدرء الخطر الذي قد تتعرض له العاصمة عدن وسكانها. وطالب المحافظ مدراء المديريات باتخاذ كل ما يلزم التعامل السريع مع الأوضاع التي قد تطرأ والعمل على الحفظ على أو الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم. وكان الاجتماع قد استمع إلى الأشكاليات التي تواجه سير العمل في المديريات في مختلف المجالات الخدمية، كما اطلع الاجتماع على الاحتياجات الملحة لكل مديرية. أقر الاجتماع الذي عقد بمقر صندوق النظافة والتحسين برئاسة محافظ المحافظة أحمد سالم ربيع رئيس مجلس الإدارة بالصندوق وحضور مستشار المحافظة عبد الحكيم الشعبي ومدراء عموم النظافة المهندس قائد راشد والأشغال المهندس وليد الصراري والصحة الدكتور جمال خدا بخش، أقر خطة الإصحاح البيئي التي كان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجانها، وقد تم تخصيص مبلغ 200 مليون ريال يمني تقسم بين مكتب الصحة العامة والسكان ومكتب الأشغال والنظافة والمياه والصرف الصحي. وسيشمل هذا المبلغ شراء معدات الرش الضبابي وكذا تنفيذ أعمال الرش الضبابي في المديريات وبشكل يومي لضمان القضاء على مسببات الحميات، كما سيخصص جزء من المبلغ المخصص لمكتب الصحة لشراء الأدوية الخاصة بعلاج الحميات والتي ستخصص للمراكز والمجمعات الصحية في المديريات بالإضافة إلى شراء مستلزمات الرش الضبابي. كما أقر الاجتماع تخصيص مبلغ 50 مليون ريال للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي يخصص لمعالجة الاختناقات التي تتسبب في أعمال الطفح المجاري بالمديريات، فيما خصص الربع الأخير من المبلغ لصندوق النظافة والتحسين للقيام بحملات الإزالة القمامة المتراكمة وكذا المخلفات الصلبة والأتربة المنتشرة في الطرق. وقد وجه المحافظ خلال الاجتماع مكتب المالية بسرعة الصرف في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن المحافظة على وشك استقبال منخفض جوي مداري جديد. في إطار استعداد المحافظة لافتتاح مركز العزل الصحي بمنطقة يعار مديرية خنفر، ترأس محافظ أبين الوار أبو بكر حسين سالم ترأس اجتماعا للقيادات الصحية بالمديرية وعدد من الداعمين لهذا القطاع الهام. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل ردفان عمر. ترأس محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم اللقاء الذي جمع قيادة هيئة مستشفى الرازي العام ومكتب الصحة بمديرية خنفر والكوادر الطبية العاملة بالقطاع الصحي بالمديرية وممثلي عن جمعية أفران عدن وشركة إسمنت الوحدة، حيث قدم الأخ المحافظ في بداية حديثه شكره وتقديره للمسؤولين عن أفران عدن الخيرية وشركة الوحدة للإسمنت على جهودهم المبذولة والدعم المقدم من خلال تدخلهم في إدارة مركز الحجر الصحي للحميات بمديرية خنفر بالتعاون والتنسيق مع هيئة مستشفى الرازي ومكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية. أخوان في أفران عدن الخيرية وكذلك أخوان الأعداء في إدارة مصنع الإسمنت فاتيس على الجهود المبذولة والدعم في إنشاء هذا المركز، طبعا بالتعاون مع الأخ مدير هيئة مستشفى الرازي وكذلك مدير مكتب الصحة في مديرية خنفر، ولهم يجيل الشكر والتقدير على هذه الجهود. الأخ المحافظ ذكر بالأوضاع الصحية التي تمر بها أبين والمحافظات اليمنية وأهمية تكاتف الجهود لتجاوز هذه المحنة العالمية. نحن نقدر الأوضاع، نقدر الوضع الذي يمر به العالم وفي نفس الوقت يمر به
المحافظات اليمنية في ظل ظروف قائد التعقيد، ويثبت فيها من يثبت، وخاصة عندما تكون المحن في مثل هذا الظرف يثبت من يثبت، سواء كان من الجهات الحكومية أو سواء كان من الجهات الداعمة. وفي الأخير ما بيوقف معك وحولك إلا ابن جلدتك. كما أثنى الأخ المحافظ على دور الكوادر الطبية إنسانيا قبل أن تكون الوظيفة أولا. أنا على ثقة كاملة أنكم بتكونوا عند المستوى المسؤولية وكادر صحي لديه خبرة متكاملة. أنتم في مختلف المراكز والوحدات الصحية برضه في المديرية، والاستعانة بكم في وقت هذه الظروف، بس في نفس الوقت يجب أن نحافظ عليكم قبل ما يفتح المركز. يجب أن تأخذ المعالجات الضرورية في حماية ووقاية الكادر الصحي، ما بنحصل شيء غيركم. وقد قام محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومعه رئيس هيئة مستشفى الرازي والدكتور غسان المسعودي ممثل جمعية أفران عدن ومحمد الوالي ممثل شركة الوحدة للإسمنت ومدير مكتب الصحة بخنفر بزيارة مركز الحجر الصحي بهيئة مستشفى الرازي، حيث طاف الأخ المحافظ بكافة الأقسام بالمحجر وتفقد تجهيزات القائمة والجارية لتسليمه جمعية أفران عدن الخيرية وشركة الوحدة للإسمنت لدعمه وإدارته، والذي بالمقرر افتتاحه رسميا الأسبوع القادم. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبين. وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر مكاتب الأشغال العامة والطرق ومؤسسة الطرق والجسور بالنزول إلى مديرية حصوين للاطلاع على ما خلفته الأمطار الغزيرة الناتية عن الحالة المدارية في مناطق المديرية وتقديم الخدمات اللازمة وفتح الطرقات، وتهدد الأمطار منازل أهالي منطقة دكبريت بسبب السيول وإصلاح الطرق الترابية التي تربط مناطق دكبريت وقديفوت وحرضنوت بمركز المديرية والتي تضررت بسبب غزارة الأمطار. سيرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن رحلة جوية خاصة من مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وعلى متنها 19 شخصا من أبناء الأرخبيل الذين تعطل بهم القارب المنار في عرض البحر، وتم إنقاذهم بعد أسبوعين من فقدان التواصل معهم وعودتهم إلى مدينة الغيضة. وكان محافظ الأرخبيل رمزي محروس وقائد قوات الواجب السعودية العميد ركن بحري عبد الرحمن الحجي في مقدمة مستقبلهم بمطار سقطرى، وقدم محافظ سقطرى شكره وتقديره لمحافظ محافظة المهرة على حسن استقبال الناجين وإلههم الرعاية التامة. من جانبه أكد قائد قوات التحالف في المهرة العميد ركن أحمد القرشي أن التحالف العربي ظل يتابع قضيتهم باهتمام كبير، ولبى نداء الواجب في تجهيز طائرة خاصة تقلهم إلى محافظتهم ووطنهم بكل راحة واطمئنان. دشن وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي حملة توعوية لمجابهة فيروس كورونا تنفذها الهيئة العامة لحماية البيئة على مستوى 4 مديريات وفي مخيمات النزوح والتجمعات السكانية. تفاصيل في تغيير مراسلنا محمد سالم الجداسي. دشن فرع الهيئة العامة لحماية البيئة الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لغاية من فيروس كورونا. تستهدف الحملة مديريات المدينة وصرواح والجوبة وحريبة. أشاد وكيل محافظة محمد المعوضي ومدير عام الصحة والسكان رئيس اللجنة الفنية دكتور عبد العزيز الشدادية بهذه الحملة ودورها في رفع الوعي المجتمعية. نحن اليوم ندشن هذا الجهد الكبير. طبعا وعي المواطن هو أهم حاجة، إذا الوقاية خير من العلاج في كل شيء. وطبعا مع مكتب الصحة مع مكتب البيئة نقوم اليوم بالتدشين هذا الذي سيكون عبر الحارات عبر المنازل عبر التوعية في جميع شوارع المحافظة.
بهذا العمل الرائع والذي يسند أعمال الأعمال الاحترازية ضد وباء كورونا. نشكر أخواننا في إدارة مكتب حماية البيئة بالمحافظة على هذا الجهد الرائع والطيب الذي سوف يسهم في رفع الوعي لدى المجتمع، علما بأننا في لجنة الطوارئ وفي اللجنة الفنية نعتمد كثيرا على الوعي لدى المجتمع في مكافحة الفيروس. كون الأنظمة الصحية تعجز عن أن تنتفي بمتطلبات وتوابع ذلك الوباء الذي انهارت أمام أكبر وأعتى الأنظمة الصحية. شكرا. مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمد العبادي تحدث عن أهداف ومضامين الحملات التوعية. بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم في محافظة مأرب تدشين حملة التوعية للوقاية من فيروس كورونا في عاصمة المحافظة، وبالتالي فنحن في الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بالأخ رئيس الهيئة المهندس عمار العولقي الذي يتابع بجل واجتهاد تنفيذ الحملة على مستوى محافظات الجمهورية. الفريق الميداني لتنفيذ الحملة التوعوية أكدوا على أهمية الوعي والإدراك من قبل المواطنين وعامة الناس في اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية والاهتمام بالنظافة العامة. أولا نشكر الهيئة العامة لحماية البيئة على هذه الحملة المنظمة واللي تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. الآن نركز على طريقة الحماية من الفيروس، ونوصي المواطنين أي واحد لديه أعراض حمى وسعال والألم في الحلق صعوبة في التنفس عليه أن يتصل بفرق الاستجابة السريعة ويبقى في البيت. الحملة كانت عبارة عن فلاشات صوتية عبر سيارات تجي بشوارع المحافظة والمديريات المستهدفة اللي هي مديرية حريب، مديرية الجوبة وصرواح وخط صافر، وكذلك استهدفنا مخيمات النازحين، وكذلك نوجه الشكر للمكتب الصحة الذي دعمنا في هذه الحملة. الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها حظر التجول وحملات توعية في المديريات ومخيمات النزوح تمثل أهمية كبيرة لوقاية المجتمع من انتشار فيروس كورونا. لقناة عدل الفضائية محمد قداسي محافظة مأرب. الشرطة العسكرية بمحافظة تعز تجوب الشوارع لمنع أسواق القات وتجمهر الناس للحفاظ على سلامتهم من مرض كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات اللقاء الذي ترأسه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والشباب للتعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. التفاصيل في تقرير الذي أعدته الزميلان عائم خالد. تنفيذا لقرارات اللقاء الذي ترأسه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ولجنة الطوارئ لمرض فيروس كورونا، عمدت الشرطة العسكرية على تسيير حملات ميدانية تجوب شوارع للحد من تجمعات القات في أغلب شوارع مدينة تعز، وكذا التأكد من أن القات لم يدخل من المنافذ لضمان التباعد الاجتماعي والزحام الذي يحدث خلال شراء القات وينتج عنه انتشار كوفيد 19 والتي تشهده المحافظة بشكل ملحوظ. في إطار الحملة الأمنية وتخفيف الوباء المنتشر في محافظة تعز وبتوقيعات من الأخ محافظ المحافظة، مستمرين في إغلاق أسواق القات ومنع التجمعات البشرية وإرشاد المواطنين بالبقاء في بيوتهم حتى نحد من انتشار الوباء في محافظة تعز. ما لاحظناه اليوم فعلا أنكم بدأتوا تمشطوا المدينة بنزول ميداني متعدد، هذا يهدف إلى أنه حجم عمليات الاستهتار بعمليات عدم عمليات أنه الناس تجلس في بيتها. يعني هي نوعين، هي عبارة عن توعية وأيضا ضبط المخالفين الذين مثلا بايعي القات الذين يقوموا بالمخالفات والدخول إلى أسواق القات، نقوم بضبطهم وأيضا مفروض عليهم غرامة مالية لكل من يخالف التعليمات التي أصدرها محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية. هكذا تثبت دائما الشرطة العسكرية بأنها صمام وأمان من أجل المواطن وخصوصا حتى في الجائحة. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.
تسلمت هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي بالعاصمة المؤقتة عدن مولد كهرباء بقوة 1000 كيلووات مقدم كدعم من المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتشغيل المحجر الصحي في مستشفى الجمهورية. وخلال التسليم أشاد نائب مدير مكتب الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتور محمد ربيد بمبادرة المؤسسة الاقتصادية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، موضحا أن المؤسسة الاقتصادية ممثلة بالمدير العام العميد سامي الصعيدي قدمت وما زالت تقدم الدعم اللازم للقطاع الصحي، مضيفا أن المؤسسة الاقتصادية منذ اليوم الأول لجائحة فيروس كورونا بادرت بإصلاح مصنع الأكسجين في المستشفى، واليوم تقدم مولد كهربائي مع تكفلها بشحنه من الوقود بشحنة من الوقود لتأمين شهر كامل من عمل المركز الذي يعمل كمحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا. من جانبه أوضح نائب مدير القطاع الطبي بالمؤسسة الاقتصادية الدكتور المهندس السياري أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لتوجيهات المدير العام للمؤسسة الاقتصادية العميد سامي الصعيدي، والذي يقضي بتوفير احتياجات مراكز العزل الصحي بالمحافظة وتوفير المعدات الضرورية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار السياري أنه تم تسليم مولد كهربائي للمحجر الصحي بمستشفى الجمهورية مع تأمين شهر كامل من الوقود ومناقشة أهم الاحتياجات الضرورية لمراكز العزل في المحافظة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والطبية للكوادر الصحية وتأمين احتياجاتهم، فيما أوضح القائم بأعمال هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور سالم الشبحي إلى أن دعم المؤسسة الاقتصادية يمثل رافدا مهما لاستمرار عمل المركز المخصص للعزل الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الاقتصادية الداعمة للقطاع الصحي. أخبارنا انتهت مشاهدي الكرام، عودة للتذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الإيطالي بذكرى اليوم الوطني لبلاده. رئيس الوزراء يدعو المانحين إلى مد يد العون السريع للشعب اليمني لمواجهة كورونا والضغط على ميليشيا الحوثي الإنقلابية. انطلاق أعمال مؤتمر المانحين الخاص باليمن 2020 في العاصمة السعودية الرياض. مشاهدي الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة، نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير وسلامة، إلى اللقاء.